بكم في مكتبة دامسكو. للشاعر أحمد زكي أبو شادي نفس صافية غمرها الحب فأنساها الألم، ولا عجب، فهو مؤسس مدرسة أبولو، إحدى أهم المدارس الشعرية الرومانسية في العصر الحديث. وفي هذا الديوان الذي سماه أطياف الربيع يعبر عن مكنونات نفسه، فيغوص في أعماقها ويخرج لنا ما تنطوي عليه أحاسيسه وتجيش به مشاعره وتفيض به خواطره الشعرية الفذة. يحكي الشاعر في أطياف الربيع عن لوعته وشوقه للمحبوبة، حتى أتى الصبح بإشراقه وأزهاره وحسنه وألحانه، وأتت معه ذكرى محبوبته وصورتها، فصار الشعر أطيافاً للربيع تزهر عليه بذكرياتها. ففي نفس الشاعر حيرة بين لوعة الحب ولهيب الفراق، وتارة بين التصوف وغمار الشهوة، وأخرى بين الطبيعة وجمالها والحياة وجمودها. إليكم بعض من أبيات الشعر المدونة في الكتاب. فقال في المعبد: وقفت تناجي الشمس حين تجاهلت أن الشموس بحبها تتلالا، نطقت بروح الشمس واستوحت بها معنى يبوع به الإله تعالى. ومن الرموز حقائق ودقائق حتى نكاد نرى الأصيل مثالا، وقفت تحن لها الضحايا مثلما حن البخور اتجاهها إقبالا، في الهيكل المصغي إليها رهبة حتى الظلال به وقفن ظلالا، وترى النقوش تقمصت أشكالها أمم تطل ولا تريد زوالا، وكأنما العمد التي رفعت مدى هذه الفنون بزهوها تتعالى. وإذا القدور تمخضت أنفاسها بالحب من أنفاسها يتوالى، والشمس تبسم روعة وتألها لما لا وقد عشق الجمال جمالاً.